الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، العلماء هم أعذب الناس لسانا، وأجزل الناس لفظا، وأحسن الناس خلقا، وأبر الناس علما، بل أعمقهم علما، وأشد الناس زهدا في هذه الدنيا وطلبا للآخرة. إلا ما شذ وما شذ انفرد، ومن فرد لا حكم له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في السلسلة التي نتكلم عنها في العالم الرباني، والعالم الذي تخصص في أمر جلل، أمر إما يودي إلى جهنم وإما يكون فيه الرفعة لنصرة دين الله جل في علاه، فاحتسبوا عند الله جل في علاه وتكلموا ديانة، تكلموا في من يقبل منه العلم أو لا يقبل منه العلم، ولم يجرحوا، والمعنى أنهم لم يتوسعوا في التجريح، ولأن التوسع في التجريح عند رب العالمين سبحانه جل في علاه فيه ما فيه من الخطأ والتعدي والتجاوز الذي ينال صاحبه بعد ذلك العقاب من الله جل في علاه. انظر إلى الخط العريض المهم جدا لكل إنسان ينزل تحته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه. هذه علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والعصيان. قال: يا معشر من آمن بلسانه، ولم يثبت الإيمان في قلبه. لما شابه المنافقين أو هو من المنافقين؟ يا معشر من آمن بلسانه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. ومن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. ولا تجسسوا، والتجسس من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. ولذلك علماؤنا يقولون بأن المتجسس فاسق، والذي يرتب حكما على التجسس مستمعا للمتجسس فاسق مثله، ممكن يكون أعلى منه. ولأن حذيفة عندما جاء الرجل يقول له: كنت أو إبراهيم نخعي، أنا لا أذكر الاسم الآن، لكنه قال له: أما علمت البارحة فإني ظننت بفلان أنه يشرب الخمر، فكنت خلفه يعني أتجسس عليه حتى تأكدت لأرفع أمره لولي الأمر. قال: يا بني، هو كان في منكر؟ قال: نعم. قال: يا بني، أنت كنت في منكر أنكر مما هو فيه. فجعله أرقى إنكارا، أو جعله أرقى منكرا من شرب الخمر. تتبع العورات والتجسس على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من فعل المنافقين ومن فعل الكفر الفجرة، المآرب في ذلك ماذا تريد؟ فالحق نقول: المسلمون ليسوا كذلك، والمؤمنون ليسوا كذلك. طب هم يحتاجون لكشف الأمر، من يقبل منه العلم، من لا يقبل منه العلم. فالضابط عندنا في هذا الباب كما سيأتي أنهم تكلموا ديانة في المسلمين، يعني هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي يذهل، هذا الراوي لا يؤخذ منه الحديث. طبعا أغلب الكلام على مسألة الضبط، ضبط الصدر وضبط الكتاب، الحفظ، يعني يكون المرء يكون صالحا في نفسه وثقة في نفسه لكنه ليس بضابط فيضعفونه.
أو يكون له ممن له الحسنات والسيئات، ومن ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط. وهذا سيأتي في كلام الذهبي دفاعا عن الإمام الزهري وهو الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث، وهو يتكلم على نوم هناك أحد ممكن أن يكون ملكا أبدا. كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه، كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه. لما؟ لأن البشر ليسوا ملائكة، ليسوا ملائكة. وأيضا هناك أمور واحتمالات في النفس وتأثيرات على الإنسان قد يعني تؤثر عليه وتغلب. والأمر الآخر الأهم من هذا حكمة الباري، لله في عباده حكم وشؤون، لأن الله يريد شيئا، والله جل في علاه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قد يكون الله تعالى يبتلي المرء ببعض السيئات لسبب حكمة عظيمة يريد منها مأربا آخر أو مقصدا آخر أو نتيجة أخرى ليصل إليها، والله على كل شيء قدير. ولذلك أنت تأمن بل تؤمن وتثق وتستيقن في قول الله جل في علاه، وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه، يعلم ما يصلح مما يفسد، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك تصدر بعض هؤلاء من علمائنا الجهابذة حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنة هي الشريعة، وهذه السنة هي التي ستحفظ لنا ديننا. ثم يخرج رجل ما أدري هذا أي رجال هو، أي رجال هو، يعني نأسف جدا للرجال في ذلك. وأيضا يخرج علينا هو جاهل، وجهل وجهل مركب. جعلني دائما أتذكر عندما سمعت، أنا ما سمعت منه إلا جزئية يسيرة، جن جنوني، وكيف لناس أن يستمعوا لمثل هذا؟ الغربان لا يستمعون لكلامه. يعني رجل يقول أنا أؤمن، وآسف أيضا قال الرجل يقول أنا أؤمن بنبي يقوم الليل لا أن يطوف على النساء التسع، يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ليحتمي من سيوف أهل السنة والجماعة، يحتمي من إطلاق الحكم عليه، لأن مثل هذا لابد أن يطلق عليه الحكم. المجتهد عندما ينظر لجاهل جهول مثل هذا يريد أن يعرض بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ينطلق عليه حكم، أن يطلق عليه حكما صارما في هذا الباب. ولذلك لما ليس له فقط، هو انتهى أمره، لكن لمن يستمع له، وكيف يستمعون له؟ ورجل يريد أن يعرض بالنبي، هو طبعا يريد أن يرمي البخاري، يعني ضرب في البخاري. أنتم أجهل مما تكونون، أضعف مما تكونون، منكم الرجل الذي يتكلم لا يستطيع أن يستقيم إسناد، يقيم إسنادا واحدا من أسانيد البخاري. أنتم من أنتم أصالة في علم الحديث؟ أتعرفون كم قسم من علوم الحديث؟ أتعلمون علم الحديث كيف يكون؟ أتعلمون كيف علماء الحديث قد ماتوا، قد باعوا أنفسهم، قد باعوا الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى ذلك؟ فيريد يضرب في البخاري وهو يعرض بالنبي أصلا، هو يريد النبي كالروافض الخبثاء لما يضربون في عائشة، ما هم لا يريدون، ما لها، ما ايش وش عائشة عندهم تمثل، هم يريدون ضرب فراش النبي صلى الله عليه وسلم، التعريض بالنبي. ومالك قال ذلك، قال هؤلاء القوم ابو زرعة، هؤلاء القوم ارادوا النبي ما ارادوا الصحابة. لما بيسبوا في الصحابة ايش اللي سيقال؟ انت تسمع واحد يقول ابو بكر فيه وعمر والمنافقون ويتكلم عن الصحابة ويسب الصحابة، ايش اللي يقال؟ اللبيب لما يجلس يقول هؤلاء هم الذين صحبوا هذا الرجل، وأنتم تقولون هذا الرجل سيد الأولين والآخرين وله مكان عند رب العالمين. طب كيف الله جل وعلا الذي هذا الرجل له المكان عنده يسمح له بصحبة مثل هذه الصحبة، وكيف يجمع له هذه الصحبة؟ ده هنا يبقى إذن الضرب فين؟ الأصل هو ارمي ببصرك، يريد يضرب في النبي، لا 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 لا، خذ الأقوى من ذلك، ده يضرب في الله جل في علاه، كأنه يعترض على حكمة الله. كيف تختار له وهو أحب الناس إليك، وأنت اخترت لمسألة عظيمة جسيمة لقضية الكون الكبرى، جعلته غير كل الأنبياء، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وهذا النبي يبعث إلى الناس أجمعين عامة. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عموما،
قال رسالته كانت عامة، ثم تختار له صحبة ينافقونها ويدهنونه وممكن أن يؤذونه وأيضا يؤذون دعوته. يبقى أصالة القدح طالع لوين؟ للرب الحكيم. كيف تختار له ذلك؟ كما قال إبليس وهم أتباع إبليس، إبليس أفرح بهم من غيره. عندما قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعترض على حكمة الله جل في علاه، لا تسوي بيني وبين آدم. وقال صريحا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. غبي وغباء مستحكم، حتى في القياس قياس باطل. هكذا ترى المغرور المفتون المأفون. فخرج هذا الكائن الذي لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا، ويهرف بما لا يعرف، ويحسب نفسه ويتكلم في العلم، يتكلم في القرآن، هو طبعا بيتكلم في السنة الآن وبعدين بيتكلم في العلم. وجاء هذا المعتوه يحسب أنه المفتون المأفون، يحسب أنه سيتكلم عن التراث ويهدم التراث. من أنت؟ هذا التراث الله أقامه لحفظ الدين. من أنت وما أنت؟ في علم الثقافة لا تساوي شيئا، أما في علم الشريعة لا أبواب أخرى أنت لا تبقى شيء فيها. ثم يقول أؤمن بالرسول الذي قال الله عنه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طبعا الأغرار يستمعون ذلك، نعم ما هو بيتعبد لله قياما وبيذكر وبيستغفر ويدعو ويبكي. المشكلة عند الناس أنهم لا يعرفون شيئا عن دينهم، فيسهل التعمية عليهم. لكن لابد أن أضع خطا ضابطا مع التعمية عليهم، إن لم يسألوا فهم مثله. وده ليس من عندي، هذا بيّنه الله جل في علاه. وافق شن طبقة وافقه فعانقه، لا يسمعون له إلا أمثاله. صادف هواها قلبا خاليا فتمكنه. خذ بقى من الآية ما يثبت ما قلته. قال الله تعالى عن فرعون وعن الذين استمعوا لفرعون يجلسون، قال لهم أنا ربكم الأعلى، وقال لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. من خير من واطئ الطرف في زمانه من أولي العزم من الرسل؟ بل الخلاف في موسى، من أفضل، موسى أو إبراهيم؟ وموسى أفضل من نوح باتفاق العلماء. شوف، ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الله تعالى ماذا قال عن هؤلاء الرعايا الذين استمعوا له وقد عمى عليهم ودخل في قلوبهم ما دخل لغبش في قلوبهم؟ هم قالوا إيه؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طب إن لم يكونوا غالبين، طب اتبع موسى إذا كان هو الغالب. لا، ما في باب موسى مغلق. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وأيضا قال الله تعالى فاستخف قوم، أو في استخفاف كهذا الذي لا يعرف شيئا يتكلم في البخاري، فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. لم يسلموا عند ربهم، إنهم كانوا قوما فاسقين. في هوى في القلب، في هوى في القلب، فلذلك استمعوا له. فهو بيعمي. شوف بقى الأغرار، انظر إلى التعمية. أنا أؤمن برسول يقيم الليل، فبيقوم الليل ويقرأ القرآن ويرتل ويبكي. وهذا البكاء يدل بقى، والاستغفار في السحر والدعاء نعم، لكن أنا أؤمن برسول يطوف على نساء التسع. طبعا أنا أريد أن أحفظ لساني وأبين العلم الرصين، لأن المسألة لست ربا أحاكم الناس ولست من يقدح في أحد، لكني لابد في قضية أبينها وأبرهنها أقول لكل جاهل لا يفقه، وأقول لكل جاهل استمع لجاهل فتمتع بسماع جهله فحسب أنه قد علم. حينما كان يقوم الليل ويبكي ويتضرع ويذكر ويستغفر كتب عند الله من العابدين، طبعا من أفضل العابدين، من العابدين. وحين طاف على نسائه التسع كان عند الله من العابدين. وإن احتاجت المرأة لزوجها إعفافا وخير بين قيام الليل وبينها، هي أولى من قيام الليل، وهو أرفع درجة عند الله من قيام الليل. لكن كما قلت الجهل مركب، والجهل عم وطم، وهذه مشكلتنا في هذه الحياة. كثير من الناس لا يفهمون شيئا ولا يعلمون شيئا، وبعد ذلك يقومون باللائمة على ما يجهلون. ولأن القاعدة العامة الإنسان عدو ما يجهل. خذ الدليل، أنا لا أتكلم من عندي نفسي، ليت هذا الجاهل أراه وأبين له أنه لا يفهم شيئا حتى أكلمه أراه كيف يسجد، أراه لا يسجد سجودا صحيحا، لا يعرف كيف يصلي والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
وفي بضع أحدكم صدقة. صدقة، نعم صدقة، وتكون صدقة أفضل من صدقة الليل. وانظر إلى موازنة الفرق في الأجر. قيام الليل نفع ذاتي، والصدقة نفع متعدي. واتفاق الفقهاء والأصوليين بأن النفع المتعدي أفضل عند الله من النفع الذاتي، طبعا إلا ما دل الدليل بقراءة محتفة في أمور أخرى، هذا أمر آخر، تفصيل آخر. لكن القاعدة الكلية العامة لها الأغلبية، هذه القاعدة الأغلبية، أن النفع المتعدي أعظم عند الله أجرا من النفع الذاتي. لذلك جعل الله في النفع المتعدي أجرا فوق، حتى لو لم ينتوي المرء فيه أنه يفعل خير. أما الذاتي لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات. شوف هنا استثنى، قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، الخير سيأتي الآن بقى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، نفع متعده الآن، إلا من أمر بصدقة أو معروف، نفع متعدي، أو إصلاح بين الناس، كله نفع متعدي. لذلك لو خيرت بين ركعتين وبين درهمين تتصدق بما، التصدق أفضل من ركعتين. فقال النبي في بضع أحدكم صدقة، فكان الطواف على نساء التسع أفضل من قيامه لليل. أيها المفتون المأفون، أيها الغر، من قربك ومن أدخلك ومن أوقفك على قدميك تتكلم؟ أتحسب الزوايا ليس فيها خبايا؟ أنت جاهل جهول. ومن يستمعك؟ نفس الأمر على ثدييتك. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بأمر الله وحيا من السماء، وقد قال الله تعالى موافقا لذلك وهذه المطابقة: وعاشروهن بالمعروف. فعشرة الرجل بالمعروف هذا من المعروف، أرقى عند الله من أن يترأى، من أن يجتهد في صيام وفي صلاة. فالعشرة بالمعروف أفضل في ذلك، والكلمة الطيبة صدقة. ورأيت عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تهش وتبش في وجه أخيك صدقة، لما يقول إذا التقى المسلمان فسلم أحدهم على الآخر فتصافح فإن الذنوب تتساقط كما تتحات ورق الشجر، أو ورق الشجر، جعلها أفضل. فطواف بالنساء التسع أفضل من قيام الليل. أيها المأفون المفتون، أيها الجاهل، سمعت كلمة أخرى أردت أن أدافع بها عن أهل السنة والجماعة، عندما قال في قوله تعالى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال الناس، المجيب الذي أجاب أصوليا خطأ، ما فهمها بضابط، قال الناس ألف لام عهدية، فطبعا خطأ هذا، هو طبعا لابد أن يقال أن هذا عام يراد به الخصوص. فهو يرد عليه يقول طب قول أعوذ برب الناس، ألف لام عهدية، قل أعوذ برب الناس. عامة هي المسألة تحتاج إلى وقفة، وهذه الوقفة حتى نبين للجاهل كيف جهله، ونبين لصاحب العلم أن خط العلم عالي، والعلم ليس بالادعاء. العالم كالمرأة الحامل لا يخفي نفسه، وخط العلم خط عظيم. فلذلك قلنا لهذا الجاهل الذي قال لا يؤمن، قلنا نحن نؤمن ولله الحمد والمنة، ونحن نعظم رسولنا، ونحن نوقر رسولنا، ونعلم أن طوافه بالنساء التسع تعبدا لله، وفي بضع أحدكم صدقة أخذ فيه الأجر. والرجولة نادرة، والذي لا يرى في نفسه قمة الرجولة أو قوة الرجولة فليكن في مكان آخر، فليجلس في مكان آخر، لكن أن يتبجح على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتبجح على من روى حديث هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك التعريض بالنبي، لا يمكن الجرأة على رسول الله، ولا يمكن الجرأة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتجلى لنا هؤلاء الجهابذة الذين باعوا أنفسهم حقا من أجل نصرة الدين، لتقليم أظافر هؤلاء، ولبيان هؤلاء أن هؤلاء الجهلة الذين يتصدرون للناس الآن يضيعون دينهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما جاء هذا البئيس التعيس المفتون المأفون الذي يعرض بنبينا ويتكلم عن أحاديث نبينا في البخاري وهو أجهل ما يكون، أتأدب في القول، أجهل ما يكون. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا
فسئلوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. في مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وتم الخائن وخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقال: الفاسق والفاسق في روايات أخرى. الغرض المقصود بأن هذه مسألة، مسألة من الأهمية بمكان. علماؤنا كما قلنا اجتهدوا لتحصيل العلم، تضلعوا العلم، لذا هم الذين يصدرون. أما هؤلاء الحجر عليهم يجب وجوبا فعليا وعينيا. وطبعا هذه المسألة مثلا ترجع لولي الأمر ينظر في المصلحة والمفسدة ومقاصد الشريعة، فولي الأمر هو الذي له الأمر في هذا الباب، يفقه كيف يتعامل لنصرة الدين، لأن من أعظم مهام ولي الأمر مع صلاح الدنيا استقامة الدين، لابد من استقامة الدين. وأمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء يخربون القاعدة العامة في الدين، يخربون الشرع بأسره، يريدون ضرب السنة في الصميم، وأن لهم ذلك، الدين منتصر منتصر، هؤلاء يحاربون الله، انتهى الأمر. لكن المشكلة فينا نحن، رحم الله ضعفنا، يرحم الله ضعفنا. فنقول هؤلاء كما بينا الأسبوع الماضي كيف أنهم باعوا الغالي والنفيس، وأنهم داروا الدنيا مرات ومرات وكرات لتحصيل العلم، ولهم جانب آخر، هو إيش الجانب الذي بينهم وبين ربهم، ألا وهو الطاعة والعبادة. فهؤلاء إن نظرت لهم في الليل هم أعبد الناس لله، لا يخلو ليلهم من مناجاة بينهم وبين ربهم سبحانه وجل في علاه. لذلك هو منبه في كتاب الزهد لأحمد، قال: للمرء 3 ساعات، قال: منها ساعة يخلو المرء بربه، فترى لهم دوي كدوي النحل في قراءة القرآن والقيام. وأنا لا يمكن أتصور طالبا للعلم أتقن علما لم يكن له من الليل وخلوة بينه وبين ربه، يحكي ربه ويحكي لربه، نعم يقص عن نفسه ويقول: أسأت، تجاوزت، تعديت، أنت ربي، هدفي في الحياة، وأنت تعلم ما أريد. يكون بينه وبين ربه يتكلم في هذا الباب، لا سيما إذا كان من أمثالنا الذين لهم الزلات والسقطات والهنات والهفوات. هذا أمر جلل ألا يكون له من الليل، يعني لا يأخذ من الليل قسطا له. هؤلاء كانوا عبادا الإمام الشافعي والإمام أحمد، سنبين هذه لأننا سندخل بعد ذلك على مسألة الكلام في الناس أو الكلام في العلماء، فعلوا ذلك ديانة، ما فعلوا ذلك تشهيا ولا طلبا للدنيا ولا رفعة ولا حبا للظهور ولا رياسة، ولا باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، نعوذ بالله من الخزان. سنرى كيف كانوا يتعبدون، كيف كانوا يحرصون على الصلوات وعلى الصدقات وعلى الجهاد في سبيل الله، لذلك رفعهم الله في المعالي. وبعد ذلك نضرب الأمثلة لمسائل مهمة جدا، كما المسائل أيضا الخلاف الفقهي، لا يصح تفسيق وتبديع من خالفنا في الفقه، لأن الخلاف يسع في هذا الباب، وحمل الناس على مذهب واحد هذا من أظلم الظلم، أحادية المذهب من أظلم الظلم في هذا الباب، ولأن الأمر له سعة، ولا يصح لمن خالفني أن أبدعه أو أرميه بعظيم الألفاظ. هذا سيأتي إن شاء الله بعد الفاصل. نسأل الله جل وعلا أن يكون هذا نصرة للدين، وأعلم وربي إن كان لله جل وعلا سيثبت ويرى قبولا، وإن لم يكن فسيرد على وجهي، وأنا المغزول المرزور المردود. أسأل ربي أن يجعله إخلاص لوجه الله الكريم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة وجعل الوجه خالصة ولا تدع لأحد فيها شيئا. بعد فاصل إن شاء الله نكمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، كانوا عبادا، كانوا في الليل يذكرون ربهم جل في علاه قياما وذكرا واستغفارا، كما قال الله جل في علاه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكما قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا. شوف، واحد من العبادلة الأربعة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه الأثري الصحابي بن الصحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، لما رأى الرؤيا وقصها على حفصة وقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم العبد عبد الله بن عمر، نعم الرجل
إن كان له من الليل فما كان ينام من الليل. علماؤنا كانوا كذلك. هذا الثوري كان يأكل كثيرا فأنكروا عليه. قال الدابة إذا علفتها أو أجدت يعني العلف لها أخذت منها عملا كثيرا. فكان يأكل ويقوم طيلة الليل. وكان أبو حنيفة إذا قام من الليل قبض على لحيته وقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحلها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللهم اغفر وارحم وتلاوز عما تعالى فإنك أنت العز الأكرم. يقبض ويبكي ويقول يا من تأخذ بمثقيل الذر اغفر لأبي حنيفة. وكان أبو زرعة له من الليل قسطا يقيم فيه الليل وأبو حاتم كذلك، لكن كان إذا التقيا جعل الليل مذاكرة في الحديث. سليمان بن مهران من أساطير المحدثين لكنه مدلس، ولذلك قال الإمام الذهبي إذا قال حدثنا أخبرنا فعد عليه بالنواجذ. يقول سمعت الأذان في المسجد 60 عاما أو 40، واحدة من اثنين، سمعت الأذان في المسجد. شوف الحرص الشديد على أن يكون قبل الصلاة، قبل دخول وقت الصلاة في المسجد. السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. كيف كان ليلهم؟ كان الإمام البخاري يقيم الليل ويكتب، وإذا أراد أن ينام يتذكر فائدة فيقوم فيتوضأ ويصلي ويستخير، ما وضع حديثا إلا باستخارة ويكتب الفائدة. هكذا كثير من الليل. فكان له من الليل أوقاتا لربهم جل في علاه، وكانوا يتعبدون حقا لله جل في علاه. يعني عروة بن الزبير وهو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هشام بن عروة كان يصف أباه مما رآه منه، قال أبي كان قواما صواما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقيم الليل. فكان عابدا تقيا نقيا. أبو سلمة بن عبد الرحمن كانت له عبادات، وكان يرون له أو يرون منه ما يعني من الثبات والسداد في العبادة الأمر العظيم. فكان علماؤنا لهم عبادات ولهم علاقة برب الأرض والسماوات صدقة وأيضا علما وتعلما. كان الإمام أبو حنيفة كان رجلا غنيا ثريا، فكان تاجرا وكان يأخذ المال وينفق على الناس. الإمام الشافعي وأيضا لما 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 منع أبو يوسف أبوه منعه من الدرس، فذهب إليهم قال لما فعلتم ذلك؟ قالوا ما أحد ينفق علينا إلا هو، فإن جلس عندك لم يعمل، فلا نجد طعاما ولا شرابا. فقال ما يفيكم في كل شهر؟ هكذا الأمة، هكذا. يعني أنا أهيب بمن يرى أن يتاجر مع الله التجارة الحق، الذكي الذي يبني بناية تبقى. ابني الآن وسط البحر، ابني كيفما شئت في أي مكان، بناية تأخذ باللب وبالعقل وبالنظر، بعد كم سنة تنتهي؟ يبحثون هنا الآن أصحاب دراسة الجدوى دي تبقى كم سنة؟ تبقى 20 ل30 ل100 وتنتهي بعد ذلك إلى زوال. أما بنايتك التي تبقى البناية في الآخرة عند في الوطن الأصيل بجوار رب العالمين. فالتاجر حق من يحسن التجارة مع الله، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فيتاجر مع الله هو الذي يأتي يفعل مثل ما فعل أبو حنيفة مع أبي يوسف، يأتي لطالب للعلم يعلم له الذكاء المتعقد، يرى فيه جودة القريحة، يرى فيه العلم، يرى فيه النباهة، يرى فيه الديانة، يعني يدفعه أماما يقول أنت للدين وأنا لك، أنت للدين وأنا لك. وهذا الدين لا يقوم إلا على رؤوس الرجال. يا له من دين، يا له من دين لو أن له رجال. اللهم اجعلنا رجالا وتجعلنا ذكورا، اللهم اجعلنا رجالا وتجعلنا ذكورا. ونستغفر الله على ضعف فينا وعلى تقاعس وعلى عدم عمل للدين، وحقا المعاصي قتلتنا. اللهم ارحم ضعفنا
اللهم ارحم ضعفنا. يا له من دين لو أن له رجال. وهنا من الرجال الرجل الذكي التقي النقي كأبي حنيفة، يذهب يقول أنت للدين وأنا لك. امرأة تزن أم بأسرها، هي أم سفيان الثوري. أم سفيان الثوري قالت يا بني أنت ما خلقت إلا لله، يا بني ما لك إلا الحديث، أغزلوا يعني تأخذ الثياب حياكة وتقيس وتقص وتبيع وتأخذ المال لتنفق على هذا المحدث. لذلك أشرقت شمسه على الأمة بأسرها سفيان الثوري. أي أحد عنده يشتم رائحة الحديث يعلم من سفيان الثوري في المحدثين. هو إمام الأئمة، أمير المؤمنين في الحديث، بحر الرواية، بحر الرواية. ولذلك العلماء قالوا يغمر تدليسه في بحر رواياته. الإمام الثوري كان علما، كان متقنا في العلم وفي الفقه، فكان محدثا فقيها. وأنا أدين الله بأن الذي خلى منه علم من العلمين ضعفه يكون ظاهرا، يعني قوته لا تصل، لأن أرقى العلماء منزلة من خلط الله له بين العلمين، علم الفقه وعلم الحديث، ولا بد أن يكون صاحب عقيدة صحيحة، صاحب عقيدة سلفية نقية تقية لا يكون فيه الغبش وهذا التحريف الذي نراه في كثير من الذين على الساحة، ويتبجحون يقولون نحن أكثر الناس، وهم يصفون الله بالنقائص، ويقولون على من يصف الله بما وصف الله به نفسه أنه مجسم، من جهلهم المركب، من تلبيس إبليس عليهم. فانظر هنا أن يجمع الله لك بين علم الحديث والفقه، وتكون صاحب عقيدة راسقة هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة الكرام. فأنت الأمة بأسرها ستكون يعني معك وحولك، لأنك صمام أمانها أو صمام أمانها. فالإمام الثوري أمه تكفلته، قالت أنا أغزل وأنت تطلب الحديث، ما لك شأن، لا تعبأ بأي مال، أنا أفعل. امرأة بأم. ولذلك من كان له المال والله أعطاه السعة، فقال تبنيت لاعبا، تبنيت ممثلا، تبنيت أخا، جيد أنت رجل كريم، جواد كريم، تنفق وتحسن للأمة، لكن أنا أقول لك يعني أغفلت على أن تتاجر مع الله، فتقول هذا العالم ما أحد له شأن به، هو لله وأنا من خلفي. هذا العالم قد يكون فيه شيء من الرياء، قد يكون فيه شيء من الإعوجاج خلقا أو معصية. إحنا ميزانه ميزان الغلبة، غلبة الأمر عنده إيه، الحسنات أم السيئات؟ هذا سيأتي عشان تعلم كلام في الزهري أمير المؤمنين في الحديث. الرجل الذي كان خلف الستار ودفعه للدين، كل حسنة يتعامل بها يعملها له، ولا أحد يعلم أن له هذه الحسنات، وهو المصدر، ممكن يشتهر بين الناس، يرتفع، يرفعون على الرؤوس، يدخل في قلبه العجب فيمن على الله جل في علاه، فيرائي بعد ذلك، أو ينافق، أو يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. كل ذلك معرض إليه المرء، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما أحد يعلم. والفتن المدلهمة التي تأتي آخر الزمان، وصفاء النبي أنها تجعل الحليم حيرانا، يمسي المرء مؤمنا وإيش ويصبح كافرا، يتقلب القلب رأسا على عقب في دقيقة. فيكون هنا الرجل الذي خلف الستار الذي فعل ذلك، كل هذا في ميزانه، نعمة التجارة مع الله، ثبت الأجر عند ربي. فهو هذا الذي فعله أبو حنيف عبادة. فأبو حنيفة ذهب إلى أمه وأبيه، كم يكفيكم في الشهر؟ قالوا كذا، أعطاهم الضعف. قال لكن اتركوه للمجالس. الله أكبر، الله أكبر، رجل بأمة وأمة في رجل، علم أنه لما يبني هذه البناية الأمة ترتقي، علم أنه لما يعتني بمثل هذا الذهب الخالص الأمة بأسرها تلمع في السماء. فقال لكم ما أردتم، ودعوه للمجالس. حتى خرج أبو يوسف قال لهم كلمة، وهذه أيضا من أبي حنيفة، كانت من الفراسة، قال لهم إن ابنكم سيأكل قريبا الفالوذج، هذا من أنواع الفخمة جدا من الأطعمة. وقد كان، قد كان أبو يوسف بعدما أتقن على يدي أبي حنيفة واشتد عقده، الله تعالى رفعه في السماء لأن الأمة تحتاجه، جعل هارون الرشيد يأخذه، صار قاضيا،
صار من خاصة أمير المؤمنين. وهارون الرشيد هنا انتبه، هذا الذي قالوا عنه أنه للنسوان وللخمر وللهو، هذا هارون الرشيد من أعظم ملوك المسلمين، من أعظمهم مكانة. كان يريد أن يعادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وفتوحات أيما فتوحات كانت على يد هارون الرشيد. كفى بعز الإسلام، ظهر في عز هارون الرشيد وهو يتكلم باسم الإسلام، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كذا، هو قال إلى نغفور كلب الروم، الأمر بما ترى لا بما تسمع. سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. وكان ينظر إلى السماء والسحاب تمر ستمطر، يقول لا نعبأ، أمطري حيث شئت سيأتينا خراجك. انظروا اتساع رقعة المسلمين. فكان من ضمن ما قال العلماء من تمكين الله له أنه كان يهتم بالعلماء، كان من ضمن تمكين الله له أنه كان يهتم بالعلماء ويعرف قدرهم. لذلك لما مثل أمامه الشافعي مسلسلا قال له أبو يوسف أتعرف من هذا؟ أتدري من هذا؟ وجاء محمد بن الحسن الشيباني قال له هذا كنيف ملئ علما الشافعي، ففك قيوده، ملأه ذهبا، والشافعي ما خرج من قصر إلا وأنفق كل هذا المال. لكن الغرض المقصود، جلس أبو يوسف على مائدة وهو قاضي لهارون الرشيد، ومر عليه الطعام فقدم له المائدة، فاستعجم طعاما فسأل عنه ما هذا الطعام، فقالوا هذا الفالوزج، فبكى أبو يوسف، تذكر كلام أبي حنيفة، رجل في أمة وأمة في رجل، بنى بناية اتكأ عليها أو اتكأت عليها الأمة بأسرها. أبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه بكى عندما سمع، لما تذكر كلام أبي حنيفة. شوف كيف اهتم به، قال خذوا كفايتكم وفوقها ودعوه هو للمجالس. هكذا كان علماؤنا، لذلك عندما يتكلمون قل لا يتكلمون إلا حسبة، لا وجاهة، لا سلطانا، لا مالا، أبدا ما يفعلون ذلك إلا حسبة لله جل في علاه. هكذا نرى الضوابط، إذا توفرت نأخذ بمن تكلم، ونقول له توفرت فيك الضوابط، أنت لا تقول إلا لله، سمعنا وأطعنا مما قلت، أما بغير ذلك فنقول للكلام أخذ ورد. وضرب الأمثلة على ذلك، منه من تورع وفيه بعض الشدة في التورع، فمنع من أخذ هدايا السلطان وعطايا السلطان كما قلنا. وهنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، هذا محدث ثقة ثبت، هم قالوا أن الإمام مالك تكلم فيه، مع أن الإمام مالك أكثر عنه، لكن الذي قال بذلك يحيى بن معين، فنعتبر وننظر لما تكلم فيه. يحيى بن معين يقول بأن الإمام مالك تكلم في أبي الزناد تركه، قال هذا الرجل يقبل عطايا هؤلاء، أو قال هذا الرجل يقبل جوائز العلماء، أو قال كان كاتبا لهؤلاء، يقصد بذلك بأنه لا يرضاه من أجل هذا. والعلماء يقولون وهذا الكلام مطروح لا يقبل، هذا كلام مطروح لا يقبل. وعكرمة مولى ابن عباس هو ثبت، البخاري المسلم تركه لأنهم قالوا فيه أنه يرى رأي الخوارج، ودول أضل خلق الله، الخوارج هم أضل خلق الله فكرا، وإن كنا نعتقد أنهم من المسلمين لابد أن يتعلموا، هؤلاء أفسدوا في الدين أيما أفساد، أصحاب الفكر الضال الخوارج. فهو قيل عنه أنه تبنى هذا الفكر، ذلك أسقطه مسلم ما أخذ به. لكن شوف العدل عند العلماء، البخاري محص الأمر وراجع وعلم أنه لم يثبت عنه أنه تبنى هذا الرأي، ولو كان تبنى ورجع والبخاري أثبت أنه رجع عن هذا، لما الظلم؟ أخطأ فاعترف بالخطأ ورجع، هذا نبيل، أنبل الناس الذي يقول أخطأت وأرجع، ويقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، فاعتمده البخاري. عكرمة هناك بعض الرواة تركوه لم يأخذوا منه الحديث، لما؟ قالوا يقبل جوائز السلطان، وقلنا هذا فيه ورع زائد وفيه تشدد فلا يقبل، لأن هذا ليس بجرح، هو فقط والخوف عليه أن تأخذه الدنيا، يعني أن يفتن فتنة فيضيع دينه، هذه المسائل التورع له ما له من الفضل، لكن الورع ليس ملزما، الورع ليس ملزما، ولا يمكن أن يجرح الراوي
بمثل هذا. لما قالوا بأنه يقبل الجوائز من السلطان قال الحافظ بن حجر قال وهذا ليس بجرح إلا عند أهل التشدد، عند أهل التجديد، وجمهور أهل العلم على الجواز. خذوا الكبيرة بقى في هذا الباب، أمير المؤمنين في الحديث الإمام الذهبي، الإمام الزهري. الإمام الزهري ده هذا فحل الفحول، هذا الذي يقول عن نفسي ما كتبت سوداء في بيضاء. وانظر إلى شدة الذكاء مع إتقان الحفظ مع الاستيعاب، يقول ما جلست عالما قط أو ما جلست إلى عالم قط إلا استوعبت ما عنده، إلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، لأن عبيد الله كان فقيها محدثا. فالفقه دوران اتقاد الذهن بالذكاء وإعمال النظر في الأدلة، ما يريد له به خيرا يفقهه في الدين. لذلك أرقى العلماء منزلة الذي جمع الله له بين الفقه والحديث. فهنا الإمام الذهبي يتكلم عن الإمام الزهري يقول تكلم من لا يفهم، ده صدر الباب بالتجريح في المتكلم، مع أن المتكلم ديانة ويريد أن يحفظ دين النبي لكن أخطأ. أو تأتي إلى الزهري وتتكلم فيه وتريد أن الناس يسكتون عنك؟ ده أبو المنازل خالد الحذاء يعني تكلم فيه الإمام شعبة، لما تكلم فيه شعبة ذهب إليه الإمام شعبة أمين المؤمنين في الحديث رجل فحل، ذهب إليه حماد بن زيد وهو من أصلين المحدثين أيضا، إيش يقول له؟ شوف يقول لأمير المؤمنين في الحديث إيش يقول له، بس لأنه تكلم في رجل ثقة. هتسقط ثقة وهتضيع الدين؟ زي كده عالم يتمسك بالسنة وبيتكلم في السنة أخطأ، زل عصى فعل، تريد تسقطه عشان تسقط الشريعة بأسرها؟ ماذا تفعل؟ أنت بذلك تحارب الله في هوى في نفسك، ما كانت المسألة لله. فحماد ذهب لينقذ مثل خالد الحذاء لا يسقط عند الرواة فيضيع كثير من الأحاديث. قال لشعبة، شوف الكلام الذي يقال مثل شعبة، وحماد فحل ويعرف قدر شعبة، قال له أجننت؟ أجننت؟ أتتكلم في خالد الحذاء؟ جننت؟ ورجع شعبة بعد ذلك، الإنصاف والديانة، رجع شعبة بعد ذلك ما تكلم في خالد. هنا الإمام الذهبي يدافع عن الزهري وهو يقول تكلم من لا يفهم، تكلم من لا يفهم في الزهري في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه خضب بالسواد، والأمر الثاني لأنه لابس زي الجند، والأمر الثالث عند هشام بن عبد الملك تبع الأمويين، والأمر الثالث بأنه يعني كان يخدمهم. فأنت تعلم، شوف الخدمة، تعلم أن الزهري هو أول من دون الحديث بأمر من؟ بأمر عمر بن عبد العزيز، فقال هذا لا يفهم الذي يتكلم في الزهري. الخضاب بالسواد قال به ستة من الصحابة، وإن كنت فقيا أدين الله بأنه لا يجوز لأنه صح الحديث، وقال جنبوه السواد، وذم النبي صلى الله عليه وسلم من يخضب بالسواد. الستة طب من الصحابة ما بلغهم الدليل، ما بلغهم الدليل، والمسألة خلافية والخلاف معتبر. فستة من الصحابة خضبوا، فكيف تقدح في الزهري وهو عنده ستة من الصحابة؟ لم يبلغوا الدليل يا أخي، لم يبلغوا الدليل. فالأمر يسع، والأمر الثاني لابس زي الجند، والثالث أنه خدم هشام بن عبد الملك أو الأمويين. قلنا أخدمهم على حساب دينه؟ أقدمهم على الديانة؟ أضيع دينه بالنسبة لدنياهم؟ إن كان كذلك فأسقطه والجميع يسقطونه. الزهري معروف ديانة وعلما وإتقانا وحفظا، كان ثبتا. لذلك انظر للكلام، هذا كلام من رجل عاقل منصف، من رجل دين. قال وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. قال الأمر واسع، يعني لو أخذتم عليه ذلك طب هذا مأخذ، شوف التنزل مع الخاص، هذا مأخذ، لكن انظروا إلى حسناته وسيئاته ووازنه، والعدل الموازنة. قال وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ لذلك قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أعجب من ذلك أمور أخرى في المسائل الثانية، مسائل الخلاف بالفقهاء، وهذه مسألة أخرى، أن يكون هناك خلاف بين العلماء فقهي وتأتي المخالف لك تقدح فيه وتسقطه وتجرحه وترميه بعظائم حتى يسقطه الناس ولا يأخذ منه ولا يأخذ منه شيئا، هذا ظلم بين. الخلاف يأتي، والخلاف واقع وهو سنة كونية، بقول الله جل في علاء
ولا يزالون مختلفين حتى إلا من رحم الله، قال الله جل في علا ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين، قال ولذلك خلقهم للخلاف أم خلقهم للرحمة؟ الحق أنه يعود على أقل ما مذكور، لكن خلقهم للرحمة، والخلاف لابد أن يقع. قال ولا يزالون مختلفين، إذن هذه سنة كونية، الخلاف سيقع، ولأن فهوم العلماء مختلفة، ولأن المسألة اجتهادات، والخلاف هنا من أدل الأدلة على أن الحق عند الله واحد، لأن الله مدح من يصيب ومدح المخطئ، لكن رق المصيب على المخطئ درجة. وش الدلالة؟ وهذه طبعا مسألة أصولية، عشان ما يخرج واحد يزعم عند الناس فقها ولا فقه له، ويقول أبو حنيفة قال، الشافعي قال، أحمد قال، ابن عيينة قال، سعيد بن المسيب قال، ولك أن تأخذ بما شئت. زندقة إن كنت في المسائل الفقهية تذهب إلى أبي حنيفة لأنه وافق هواك ما يقول، وبعدين في المسألة الثانية بعدها بساعة الشافعي ده أعلم أهل الأرض، الشافعي عالم قريش، فتأخذ بقولي، ثم تذهب إلى الأوزاعي تأخذ بقولي، ثم تذهب إلى ابن عباس تأخذ بقولي، ثم تذهب إلى ابن عمر تأخذ بقولي، كل ما وافق هواك قولا أخذت به. زندقة، هذا ما قاله الذهبي نقلا على سعيد المسيب، قال أن من تتبع الرخص للعلماء فقد تزندق. الخلاف يقع، فليس بفقيه من يقول لك وقالوا وإيش اللي بيفعلوا؟ وين الفقه عنده؟ ما في فقه، هو بيقص وبيلصق. تعال بالكمبيوتر، فقهاء الكيبورد في الفيسبوك، هؤلاء الفقهاء المزعومون، يضرب وتطلع المسألة، قال ابن دبوس، قال 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 ابن تيمية، قال قال الدبوسي، قال ابن كذا. طبعا الكلام الأسماء أنا ما أقول على أساس التأسيس في العلماء، قال الدبوسي، قال الشافعي، قال ابن حزم الظاهري، وهو النقلات عنده ويقص ويأتي يقول لك وهذه المسألة فيها أربعة أقوال اختلف فيها العلماء، قال فلان وفلان وفلان. الكمبيوتر بيسمع، وين علمك أنت بقى؟ أين أنت عالما؟ أين أنت مدققا؟ أين أنت محققا؟ أين أنت محررا لمحل النزاع؟ أين أنت مرجحا للحق أو الصواب من الخطأ؟ وإذا قال لا كله صواب، وهذا كلام لبعض الأصولين ضعيف شاذ، انظر إلى ما قلت لك تأسيسا، الله جل في علاه جعل الفقيه المصيب يرتقي، والفقيه المخطئ له درجة وثناء حسن لأنه اجتهد، فله أجر على الاجتهاد وثناء حسن، لكن هو قصر في بعض الاجتهاد، لذلك لم يصب به الحقيقة أو الحق والصواب. الدلالة الأصيلة هنا على نبي من الأنبياء، عشان تستيقن وتفهم من العالم الذي تأخذ منه، ومن الذي قد يهرف بما لا يعرف أو يخرف كثيرا فيضيع لك الدين. دلوقتي الآن لو كانت المسألة تشاهيا، هل لي أن أمدح واحد عن الآخر وأقول هذا أصاب فله درجة عالية وهذا أخطأ فله الدرجة الأدنى؟ لا، الكل مصيب، وهذا يقوله الغزالي أبو بكر بن العربي، الكل مصيب. زي ما بتجلس كده يقول لك وقالت الشافعية وقالت السادة الحنفية وقالت السادة المالكية وقالت السادة الحنابلة، خذ ما شئت ودع ما شئت، ضيع لك دينك، لأن هؤلاء جميعا يرتبطون بشيء واحد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شوف إن الله تعالى كيف فرق في أن الحق واحد غير متعدد. ماذا قال الله على الأنبياء؟ هذه حجة دامغة. ماذا قال؟ قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. قضية طبعا يطرحونها، إما قضية الغنم التي يعني رعت في الزرع وضيعت مال الرجل صاحب الأرض، أو المرأة التي فقدت أنها جاء الذئب فأخذ ولد الكبيرة، فالكبيرة أخذت على حين غرة ولد الصغيرة واختصم إلى 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 داود أولا، فالفريقان اختصم أولا إلى داود، ثم قابلهما سليمان وعلم بالحكم فأتى بحكم آخر. فهنا حكم داود وحكم سليمان. خلينا مع هؤلاء الأقوام الأطايب، أطايب كلامهم الأماجد، وهم يقولون افعل ما شئت ودع ما شئت وخذ ما شئت باختيارك كما شئت، الدنيا واسعة صحيح،
هو بيقول ذلك، بيحسب أنه بيوسع على الناس، بيضيع الناس بهذا ورب العزة، ويضيع دين الناس، ورقة الدين تأتي من هنا. إن كان الرجل يدين الله بما يفعل تدينا خلاص، ولا ننكر عليه، سنبين ناس كانت بتشرب النبيذ تدينا، حرام، لكن ما قدحوا فيهم ولا جرحوهم، تدينا، مسك في مذهب عنده دليل فقال هذا أدين الله به خلاص، ولو أخطأت لك أجر. وعندك لما تأتي يوم القيامة عند ربك، يا ربي أبو حنيفة قال بهذا وأنا مقلد لا أعرف شيئا، فقلدت أبو حنيفة، فتسأل أنت قلدت أبو حنيفة في كل المسائل، ولا أنت ذاهب في كل مسألة تتنقل؟ لأن علماءنا المتقدمون هم الذين قالوا من تنقل تزندق، تنقل ليأخذ الرخص من كل مذهب تزندق. سليمان حكم، داود حكم، الله صوب الاثنين وقال هذا على خير وهذا على خير، نعم قال هذا على خير وهذا على خير، لكن قال خذ بده أو خذ بهذا، هذا أصاب وهذا أصاب، لا لا، في الكتاب الله جزم بالمسألة، هناك مصيب وهناك مخطئ. قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. داود اجتهد وحكم على الظاهر، حكمه على الظاهر قد أصاب في الظاهر، واجتهد وله أجر الاجتهاد، لكن أفهم منه وأتقى منه ابنه، فمدحه على الفهم والإتقان والاستنباط، قال ففهمناها سليمان. لكن حتى لا يأتي أيضا الجاهل فيزم في داود ويمدح سليمان فقط، الله تعالى أراد أن يبين القاعدة، لا، الكل ممدوح لأنهم يسعون إلى الاجتهاد لنصر دين الله، فالكل ممدوح، لهذا له أجر، لكن اللي أصاب أجران، أجر الاجتهاد اللي هو أخذه الذي اجتهد، وأجر إصابة الحق وفق له. ولذلك قال وكلا آتينا حكما وعلما. خذ أيضا فاصل الخطاب حتى لا يلعب برأسك أحد له جهل ويحسب أن له علم، أن له علم، لا، قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يفصل في المسألة أيضا ويقول بأبي وأمي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. أضرب مثلا سريعا الذي وراء يركض، بطريق بيركض وأنا ذهني في المسألة المهمة، غفر الله له ولأهله ولأمه، ونسأل الله جل في علاه أن يهدينا وهديه. فالمسألة هنا النبي قال فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أضرب مثلا سريعا، وهذه الأمثلة ستأتي حتى أبين كيف غلو الناس الذين يجرون الناس لمذهب واحد. أنا أعجل بها لما يأخذون أولاد صغار لا يعرفون شيئا، يقول لا 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 تسمع العلم، ليش؟ لأنه قال الفخذ عورة. سريعا، الفخذ عورة، الفخذ ليس بعورة. طب الفخذ ليس بعورة، يا جاهل، البخاري يقول به، يا جاهل، المحققون من أهل العلم يقولون به، والمسألة خلافية والخلاف فيها يسع، وسأبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. يبقى كيف تعادي من خلفك؟ ألا ليس ثمة عقل عندك؟ وكيف بل كيف تقدح فيه وتصد الناس عنه لأنه خلفك في مذهب؟ وهذا سيأتي إن شاء الله توسعة، لكن أضرب سريعا، قلت أن النبي بيّن أن هناك مصيبة وهناك مخطئ، ولذلك ترى يعني أسامة صار مع بطريق في هذا الباب، فليتق الله أسامة، رجل بيسعى سعيا حثيثا لينشر دين الله، فليكن كذلك. أنا سأضرب مثلا سريعا حتى لا يجتمع الجميع علي في الوقت، أقول حتى نكاح المتعة هو حرام، نكاح المتعة حرام، ومن نكح نكاح المتعة فقد زنى، وهؤلاء الرافض يعني الرافض يريدون تغييب العقول بمثل ذلك. لكن انظر، تعلمون عن رجل اسمه عبد العزيز ابن جريج، ابن جريج هذا من أساطين المحدثين والفقهاء في مكة، بل قال عنه الذهبي ابن جريج فقيه أهل زمانه في مكة، خلاص ما حد يتقدم عليه. تعلمون تزوج 70 امرأة بنكاح المتعة، هذا حرام، بل نحن نقول زنا، لكن هو أخذ كلام ابن عباس ورجح كلام ابن عباس ووجده فقها فتفقه فيه، فداء يدين الله به، يدين الله به، فلذلك تزوج 70 امرأة، فلم يقدح فيه أحد من العلماء. مثلها مثل ما نحن في العصر المعاصر، رجل عندما يخطب، عندما تخطب امرأة لك على قول الأئمة الأربعة أن ترى الوجه والكفين، طبعا الحنابلة تساهلوا بعض الشيء أن ممكن تراها بمهنة البيت، لكن الاتفاق أنك إن رأيت إلا ما ظهر منها الوجه والكفين فقط. هناك من يقول لا، يرى ما يدعوه إلى نكاحها، ده مذهب.
ومحمد بن مسلمة من رواة الحديث قال: فاختبأت لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها، إلى نكاحها، فذهبت فنكحتها. هذه لها ضوابط، لابد أن يكون صادقا مخلصا دينا لا متلاعبا لا كذابا لا أفاكا لا يكون منافقا لا يكون خبيثا، لابد أن يكون رجلا شاهد الناس جميعا له بأنه من أصحاب الأخلاقيات الراقية ومن أصحاب الديانات، وهذا تفصيله سيأتي. فلنا أن نقول لا نقدح في هذا ولا نقدح في هذا، وإن كنا نخطئ أحدهما ونترك الآخر على الآخر على ما أصاب، لكننا دينا لا نقدح عند الخلاف، وهذا سيأتي. هذه ديانة علمائنا، وهذا أيضا الدين، حتى لا يعمي عليك أحد ويجعل في رقة في دينك فتضيع وتضيع، وهو يهدم الشريعة ويحسب أنه من الذين قيل فيهم أنه من الذين يحسنون دينا. لا، هم لا يحسنون صنعا بل يهدمون الدين. فكونوا على بصيرة من أمركم، من الذي يؤخذ منه العلم ومن لا، من الذي لا يؤخذ منه العلم؟ على قول العالم الرباني التقي النقي المتقن الراسخ، في آخر الزمان يطلب العلم على الأصاغر لا على الراسخين، فكن مع الراسخين تفز. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعل وجهه خالصة، ولا يجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.